عديدة تخصصات في العرائس اللي الحمد لله عندها واحد التاريخ وعندها واحد العمل كبير، كونات واحد عدد ديال الطلبة والأساتذة لهم واحد الخبرة في واحد عدد الميادين. واليوم احنا نطور نموذج اللي بغيناه للقصر الكبير من نواه جامعية اللي كنا فتحناها باش نستجبوا الساكنة ديال المدينة إلى كلية قائمة بذاتها. هذه الكلية متعددة التخصصات غتعطينا واحد الإمكانية لمنح واحد العرض جامعي متنوع وكبير، لأن بنفس الوقت هي كلية استقطاب المفتوح وأيضا يمكننا ندير واحد العدد ديال المسالك الاستقطاب المحدود. اليوم اللي العرض اللي كاين هو عرض في العلوم القانونية، علما ان الشباب ديال القصر الكبير كانوا عندهم طلب في هذا المسلك، ولكن غادي يكون واحد العدد ديال المسالك في الاقتصاد، في العلوم الانسانيه والاجتماعيه، وايضا انجازات مهنيه في الجانب الفلاحي، لان الحمد لله المنطقه تزخر بمؤهلات فلاحيه كثيره، وايضا الصناعه الفلاحيه والسياحه. كل هذا سيتم في اطار تدرجي، لان اليوم حنا نعطي انطلاقا للشطر الاول بكلفه 30 مليون درهم، ولكن هذاك الشطر الاول بغينا ايضا نطلقوا واحد الشطر الثاني اللي غيكون فيه واحد المباني ديال المختبرات، لان اليوم الاساتذه بغيناهم يسكنوا في القصر الكبير، بغينا يطوروا البحث العلمي ويكون واحد الاثر ديال هذا البحث العلمي على مستوى التعليم العالي وجودة التكوين بالنسبة للشباب ديال القصر الكبير. أكيد أن هذه الكلية ديال القصر الكبير غادي تستضيف واحد العدد ديال الشباب أيضا أقاليم مجاورة، لأن اليوم عندنا سوق الأربعة، عندنا العرباوة، عندنا وزان، عندنا الشاون، اللي يمكن لهم يجيو لهذه الكلية ويستافدوا من هذا التطور اللي حنايا بصدده. كانت عندنا أيضا مناسبة هذا الصباح لزيارة مدرسة بن خلدون، هذه المدرسة اللي عندها واحد المكانة تاريخية في المدينة، وكان لابدنا باش نمنحوا لسكان القصر الكبير هذا الامتياز ونأهلوا هذه المؤسسة باش نرجعوا لها المجد ديالها على مستوى المدينة. هذه المؤسسة اللي كونت واحد العدد ديال النخب الوطنية، واليوم بغينا نرجعوا لها هذه العبرة وهذه الأوج ديالها. هاد كنت السنة المصارمة كانت عندي زيارة لهذه المؤسسة، وكنا بغينا نحتفظوا على هذا المبنى الرئيسي اللي تقريبا تم التشييد ديالو في 1924، واليوم الحمد لله فانتم شفتوا هذاك المبنى، الجمالية ديالو والفضاء ديالو محفز للنجاح والتأطير ديالو، وأردنا أن يكون واحد الفضاء ديال التميز في قلب المدينة. سيد الوزير، بعد هذا المشروع الواعي، ما هو مصير الكلية وتعديل التخصص أو النواة اللي في القصر الكبير؟ هذه نواه غادي تكون ايضا الانشطه اللي غادي يكون فيها غتكون موازيه لهذه الكليه، لان غادي يكون واحد المركز ديال الندوات غنصرفوا فيه واحد العدد ديال الندوات، وغادي يكون واحد التنشيط ثقافي واكاديمي، وايضا غادي يمكننا نفتحوا، لكن عندنا شويه ديال الضيق هنايا، نفتحوا مسالك اخرى اللي كاين فيها الطلب لهذه المسالك المتواجده اما في طنجه ولا في تطوان، واللي كاين طلب من طرف الشباب ديال القصر الكبير يمكن نفتحوهم. على سبيل المثال واحد العدد ديال الطلب كاين بالنسبه للمسالك ديال الشريعه اصول الدين، يمكننا يكون واحد المسلك ولا مسلكين باش نستجبوا لهذا التعليم العتيق اللي اليوم الحمد لله كاين واحد 9 مؤسسات في القصر الكبير، وخصنا لابد نعطيو الامل والمناسبه والفرصه لهذا الشباب باش يلتحقوا هذه المؤسسه في المدينه ديالهم.